نيهامر يستبعد تكوين تحالف مع رئيس حزب الحرية كيكل. وزيرة الدفاع تتهم حزب الحرية اليميني بالعمالة لروسيا. أضرار بالغة بعد عواصف عديدة ضربت غرب النمسا. النمسا تسجل 4000 وفاة الشتاء الماضي بسبب الإنفلونزا. زيادة نسبة تسجيل السيارات الجديدة في النمسا هذا العام. مسبح وسط النمسا يطرد شابة ترتدي البوركيني. مرحبا بكم مشاهدين في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم. رفض المستشار النمساوي كارل نيهامر التعاون مع زعيم حزب الحرية النمساوي هربرت كيكل ويصفه بالمخاطرة الأمنية. وأكد نيهامر أنه يصعب تصور كيكل في منصب نائب المستشار ويرغب في هزيمته في الانتخابات فيما اعتبر التحالف مع بقية أعضاء حزب الحرية النمساوية ممكنا. وأشار نيهامر إلى أن كيكل يشكل مخاطرة أمنية للبلاد استنادا إلى ما قدمه في مناصبه الحكومية حتى الآن. انتقدت وزيرة الدفاع كلاوديا تانر حزب الحرية اليميني بسبب رفضه انضمام النمسا لمنظومة سكاي شيلد للدفاع الجوي. قالت تانر أن حزب الحرية يتماهى مع روسيا ويهمل حماية المواطنين، وأكدت تانر أن حزب الحرية يتنازل عن مشاركة النمسا في سكاي شيلد من أجل مكاسب شعبوية. وكان حزب الحرية قد انتقد انضمام النمسا للمبادرة ووصفها بأنها قرار يهدد سياسة الحياد في البلاد، معتبرا أن هذه الخطوة ستفقد النمسا موقعها كوسيط محتمل بين روسيا وأوكرانيا. تسببت عاصفة شديدة في أضرار أدت لإغلاق طرق في مقاطعات غرب النمسا مع سرعة رياح تجاوزت 130 كيلومترا في الساعة. وتعامل رجال الإطفاء مع المئات من الحوادث حيث تسببت العاصفة في تساقط الأشجار في سالزبورغ وإغلاق الطرق في تيرول، وشملت الأضرار الطرق السريعة والممتلكات الخاصة، وأدت إلى انقطاع التيار الكهربائي في مناطق في النمسا العليا، وتسببت أيضا في حالات إنقاذ من بحيرة فالرسي، وتضرر مجمع تخيم في سالزبورغ فيما لم يصب أحد بأذى. Am Wallersee musste ein Boot geborgen werden. Auf einem Campingplatz in der Stadt Salzburg wurden Wohnwegen von Bäumen bzw. Ästen getroffen. Personen kamen durch den Sturm allerdings nicht zu Schaden. Sturmschäden gab es auch in den Tennengauer Gemeinden Hallein und Puch. Doch mit den Unwettern ist noch lange nicht Schluss. Mittwoch früh warnte die österreichische Unwetterzentrale schon vor dem nächsten Chaos im Land. توفي حوالي 4000 شخص في النمسا بسبب الإنفلونزا في شتاء عام 2022 وفقا للبيانات التي نشرتها وكالة الصحة وسلامة الغذاء في النمسا. وأسفر الموسم الأخير عن أعداد لضحايا مشابهة للأعوام الخمسة السابقة، وقد تم استخدام نظام جديد لحساب الوفيات بدون ذكر أسبابها، ولم يزد عدد وفيات الإنفلونزا بشكل كبير بسبب وفاة العديد من كبار السن جراء كوفيد-19، فيما سجلت عدة حالات لوفاة أطفال بسبب الإنفلونزا، وتعتزم وكالة الصحة حساب الوفيات الزائدة المرتبطة بفيروس كورونا في المستقبل. ارتفع تسجيل السيارات الجديدة في النمسا بنسبة 16.7% في النصف الأول من عام 2023، وبلغت 126,096 سيارة. وتم تسجيل 46% منها بمحركات عادية بزيادة قدرها 40%، بينما زاد تسجيل السيارات الكهربائية والهجينة بنسبة 39.6% إلى 58,296,000 سيارة، والسيارات التي تعمل بالبنزين بنسبة 34% والديزل 20%، وعلى الرغم من اقتراب الأرقام من مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19 إلا أنها لا تزال أقل ب 28% مقارنة بعام 2019،
وقد تصدرت فولكس فاجن ماركات السيارات المنافسة. قام مسبح في النمسا السفلى بطرد شابة مسلمة بعد منعها من السباحة في البوركيني، حيث تم طردها بناء على طلب مشرفي السباحة. وقالت الشابة أنها قامت بسؤال إدارة المسبح عن إمكانية السباحة قبل ذهابها، ولكنها فوجئت بمنعها. وأكدت إدارة المسبح أن البوركيني غير مسموح به في المسبح، فيما تخطط بلدية بوركر ستورف للاعتذار من الشابة. ووفقا لممثلة المساواة في المعاملة، قالت أنه لا يمكن تبرير الموقف الحالي بشكل موضوعي، حيث من الممكن أن يتكبد المسبح بدفع تعويض للشابة. وأنتم أعزائي المشاهدين، ما هو رأيكم بارتداء البوركيني في المسابح؟ كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، ولا تنسوا تحميل تطبيق إنفوغرات على هواتفكم. كنت معكم أنا قتيبة اللحام، أمسية سعيدة وإلى اللقاء.